الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المتحف المصري الكبير وافتتاحه. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ومجلس الأمن الوطني العراقي يؤكد أن اعتداء القائم يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياق العمل مع التحالف الدولي. التاسعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع باسم طبانة. أهلا بك باسم. أهلا بك شادي، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والأثار خالد العناني وعدد من المسؤولين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد على أن تتم إدارة وتشغيل المتحف وفقا لمعايير العالمية والمتبعة في هذا المجال، بحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء. وجه الرئيس السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاعي السياحة والأثار على نحو يساهم في النهوض بالقدرة التنافسية لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والأثار، وجه الرئيس السيسي بتدليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة، فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف. كما أكد الرئيس ضرورة أن يشمل تطوير ميدان التحرير إضافة لمسة حضارية من خلال نقل بعض القطع الأثرية وعرضها للمواطنين بعد ترميمها. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والأثار. تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا غدا على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. جاء هذا الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أيده عدد من الدول العربية. هذا وقد أعدت الأمانة العامة مذكرة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية في الشأن الليبي الداخلي. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره شكري بوزير الخارجية الإيطالي. حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء من نقل تركيا إرهابيين إلى ليبيا دعما لميليشيات طرابلس. وقال المرصد أن إرسال تركيا مجموعات إرهابية لطرابلس يجعل من ليبيا سوريا جديدة ويؤجج الصراع الليبي ويضع المنطقة في موجة إرهاب جديدة. كما أوضح أن إسراع الحكومة التركية في إرسال أفراد الجماعات الإرهابية إلى طرابلس يأتي التفافا على أي تصويت في البرلمان التركي يرفض تلك المشاركة في الأزمة الليبية، ويأتي دعما لميليشيات طرابلس وخروجا عن الإجماع الدولي بحل الأزمة الليبية عن طريق التفاوض والحلول السلمية. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الاتفاق البحري بين إردوغان والسراج تصعيد للنزاع الليبي. وأعرب سلامة عن قلقه حيال تفاقم التدخل الأجنبي في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يساهم بشكل كبير في تدويل الأزمة. في الشأن الليبي، قالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إن أبناء ليبيا لن يقبلوا أن تطأ أقدام الأتراك بلادا أخرى، مشيرة إلى أن تركيا تستهدف ليبيا وتسعى للاستيلاء على مواردها ومقدراتها. وأوضح الجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة ستكون الدرع والسيف لحماية سيادة واستقلال البلاد، مشيرا إلى أن المرتزقة الذين تدفع بهم تركيا مصيرهم محتوم.
كما أشار الجيش إلى أن ليبيا تواجه إرهاباً أسود يتصدى له الشعب الليبي. أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزواً وانتهاكاً لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وكل المنظمات القارية والإقليمية. وأضافت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن هذا الأمر يعد تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، نظراً لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال إفريقيا في صراع مسلح سيكون الخاسر الوحيد فيه هو الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية. أعلنت المعارضة التركية بعد لقائها مع وزير الخارجية تشاوش أوغلو رفضها إرسال قوات إلى ليبيا. وقال حزب المعارضة الرئيس إن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة. وأكد حزب الشعب الجمهوري أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال لقوات إلى ليبيا، مشددا على أن السياسات الخارجية لإردوغان ستجلب لتركيا الضرر لا النفع. أكد حزب الشعوب الديمقراطية التركي أن نوابه سيصوتون برفض المذكرة المرسلة إلى البرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا. وقال الحزب التركي أن هذه المذكرة من شأنها أن تدفع ليبيا إلى الخراب بالإضافة إلى تدمير أنقرة. قالت مصادر ليبية إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشيات الإرهابية في محور المطار جنوب العاصمة طرابلس. كان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في وقت سابق استهداف مجموعة من المرتزقة بضربة مباشرة للمرة الأولى في مصراتة، مشيرا إلى أن قوات الجيش نجحت خلال الأيام الماضية في تجاوز مرحلة كبيرة لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية. قالت مصادر سورية إن عدد العناصر المرتزقة التي وصلت المعسكرات التركية في سوريا من أجل القتال في ليبيا بلغ حتى الآن 1600. أضافت المصادر أنه جرى نقل تلك العناصر من منطقة عفرين السورية، كما أشارت إلى أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته من 3 إلى 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا. قال رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة إن المؤامرة ضد الجزائر كانت تهدف إلى ضرب الاستقرار وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية. وأوضح شنقريحة إن بلاده تمكنت من تجاوز مؤامرة خطيرة كانت تهدف إلى تقويض أركانها وضرب استقرارها، مشيرا إلى أن قيادة الجيش تنبهت للمؤامرة وسيرت المرحلة بحكمة. اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفاع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف، إلا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر. اعتصم عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في طرابلس مرددين هتافات ضد السياسات المالية وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن الداخلي. هذا وانتقل المحتجون إلى شركة كهرباء قديشة وتجمعوا أمام مدخل الشركة مرددين هتافات ضد الفساد. في الشأن العراقي جدد مجلس الأمن الوطني العراقي رفضه أن يكون العراق ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي. وخلال اجتماع له قال المجلس إن الهجوم الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي يدفع العراق لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي. وشدد المجلس على أن حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيه هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية فقط.
استنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على قوات من الحشد الشعبي، وأكد الحلبوسي ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي الموجودة في الأراضي العراقية بطلب وموافقة من الحكومة، مشددا على ضرورة أن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن الضربات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا كان هدفها استعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد إيران. وأشار هوك إلى أنه لا يمكن التفريق بين إيران والمنظمات التي تمولها في المنطقة، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل تطبيق العقوبات على طهران في الفترة القادمة. انتهاك لسيادة البلاد وتصعيد غير مقبول، هكذا عبرت العراق عن رفضها للقصف الأخير الذي شنته القوات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي العراقي على الحدود مع سوريا. الرفض نقله رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لوزير الدفاع الأمريكي، معتبرا أن أي عمل منفرد من قوات التحالف الدولي يهدد أمن العراق والمنطقة بأكملها، في حين طالبت قوى سياسية عراقية بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث تداعيات الحادث ودراسة موقف بقاء القوات الأجنبية في البلاد. الولايات المتحدة رأت أن الهجوم على قواعد حزب الله العراقي في محافظة الأنبار والذي أوقع قتلى وجرحى رد فعلا طبيعيا على الهجمات المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات التحالف الدولي. وبحسب البنتاغون استهدفت الضربات الأمريكية مخازن أسلحة ومواقع للقيادة، وجاءت ردا على مقتل متقاعد دفاع أمريكي في هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية في كركوك بالعراق. وحول احتمالية أن تشهد سماء تلك المنطقة مثل هذه الضربات أو إجراءات عسكرية أخرى، لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي تكرارها إذا لزم الأمر من أجل الدفاع عن النفس وردع الجماعات الموالية لإيران من ارتكاب أعمال معادية على حد تعبيره. وبالرد الحازم وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجمات بالناجحة، مشددا على أن واشنطن لن تقف صامتة أمام التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية في العراق. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل 9 إرهابيين وتدمير 21 نفق و25 وكر حصيلة المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر. وذكرت قيادة العمليات المشتركة أن هذه العملية أسفرت أيضا عن تدمير 11 موضعا للرصد وإلقاء القبض على مطلوبين، فضلا عن ضبط 250 كيلوغرام من المواد المتفجرة و11 صاروخا ضد الدبابات. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من بغداد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. بعد التحية لك سيادة اللواء، إذن عملية إرادة النصر أعلنت مقتل 9 إرهابيين وتدمير عدد من الأنفاق والأوكار، كل هذا حصيلة المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، هل انتهت هذه المرحلة وندخل في المرحلة التاسعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم على مشاهديكم الكرام. حقيقة العملية هي تأتي مكملة للعمليات التي سبقتها، انتهت اليوم بصفحتها الأولى والثانية. تكللت هذه العملية بتحقيق نتائج جيدة حسب ما تم التخطيط لها في قيادة العمليات المشتركة بقتل عدد من الإرهابيين والمطلوبين وإلقاء القبض على عدد آخر، إضافة إلى تدمير أوكار ومضافات ومغارات. وحقيقة هذه العملية كانت مدعومة بالجهد الاستخباراتي، حيث انطلقت في 5 قيادات وتم تفتيش وملاحقة ومطاردة ما تبقى من هذه السلول الإرهابية في هذه المناطق. هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، سواء المناطق الصحراوية أو السلاسل الجبلية أو الوديان. ومثل ما أشرت، نحن لن نتوقف، سنستمر بعملية مطاردة ما تبقى من هذه السلول الإرهابية. لن نسمح لهؤلاء الإرهابيين أن يلتقطوا أنفاسهم ويقوموا بعمليات إرهابية باتجاه المواطنين باتجاه القطاعات العسكرية. ما هي المناطق التي تم استهدافها في المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر؟ العملية انطلقت في 5 قيادات عمليات، قيادة عمليات ديالة وصلاح الدين ونينوى وقيادة عمليات الجزيرة وأيضا في كركوك.
هذه العملية تعتبر من أوسع العمليات اللي شملت هذه المناطق واشتركت فيها قطاعات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحزب العشائري، إضافة إلى الإسناد الجوي العراقي وأيضاً التحالف الدولي. ومثل ما أشرت كان جهدنا هو تفعيل الجهد الاستخباراتي. الآن معركتنا هي معركة استخبارات، لهذا نكثف العمل والجهد الاستخباراتي ولحق ما تبقى من هذه المرحلة. نعم، هل هناك من جيوب ما زالت متبقية في هذه المناطق أم سوف تنتقلون إلى مناطق أخرى؟ نحن مستمرين بعمليات المطاردة. تعرف هذه المناطق هي مناطق شاسعة، سواء المناطق الصحراوية في مناطق غرب الأنبار في قيادة الجزيرة أو مناطق غرب لينوى، إضافة إلى مناطق الثلاثة الجبهية. لهذا نحن نعمل بتكتيك واستراتيجية. هناك عمليات واسعة مثل ما جرت في هذه العملية، وهناك عمليات نوعية سواء بضربات جوية أو بعمليات إنزال جوي بقوات محمولة جوا مدعومة بالرصد الاستخباراتي، سواء بالطائرات المسيرة أو بالكاميرات الحرارية والمصادر البشرية. أعتقد العمليات تحقق نتائج كبيرة، سنستمر لن نتوقف إلى أن يتم استئصال ما تبقى من هذه الغدد السرطانية في تلك المنطقة. طيب، شكرا لك اللواء يحيى رسول المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، كنت معنا هاتفيا من بغداد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بعض الشركاء الغربيين يقومون بحماية التنظيمات الإرهابية في سوريا وينتهكون قرارات مجلس الأمن الدولي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، أعرب لافروف عن قلقه حيال محاولة بعض الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى. تحدثنا عن التسوية السورية وناقشنا أيضا استقرار الوضع واستمرار في مكافحة الإرهاب والمهام المطلوبة ما بعد الأزمة في الجمهورية العربية السورية وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. وتحدثنا أيضا عن الوضع الذي موجود في إدلب وفي المنطقة الشرقية لنهر الفرات، واتفقنا وتحدثنا على أن هناك بعض الزملاء الذين يقومون بدعم الإرهابيين وخلافا لقرارات الأمم المتحدة. وكان من أساس التسوية هو إطلاق عمل الحوار أو مؤتمر الحوار السوري، والذي نتجت عنه اللجنة الدستورية لحل مشاكل هذه الدولة. ونحن نؤيد عمل هذه اللجنة الدستورية، وهي تعتبر أحدى أهم نتائج صيغة أسطنة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزامه بمواصلة تطوير الصداقة والتعاون مع سوريا، جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث فيها بوتين إلى نظيره السوري بشار الأسد بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيث أكد بوتين دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. أكد رئيس مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن العدوان التركي على الأراضي السورية بمثابة عدوان على الأمة العربية بأكملها، مشددا على أن مصر كان لها دور فعال من أجل اتخاذ موقف رادع ضد هذا العدوان. بالتأكيد هذا هو اللقاء الثاني مع السيد سامح شكري وزير خارجية مصر العربية، وقد تشرفنا باللقاء الأول حين انعقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب، حيث اتخذ قرارات مهمة وكان ذلك بفضل مصر. مصر هي التي دعتنا للمشاركة ولإثبات دورنا في هذا الصعيد، لأن العدوان التركي عدوان ليس على مناطق شمال شرق سوريا، وإنما هو عدوان أولا على سوريا، ثانيا على الأمة العربية كلها. وبالتالي كان الدور مصر دور فاعل في حشد الأمة العربية من أجل اتخاذ موقف رادع للعدوان. أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في ريف دمشق.
قال ناشطون إن الحادثة استهدف رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر. وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن انفجار العبوة أدى إلى مقتل السائق وتدمير السيارة وحدوث أضرار في بعض المنازل المحيطة بموقع الانفجار. قالت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع اليمنية إن قوات المدفعية استهدفت تجمعات ومواقع قوات الحوثي غرب محافظة تعز. وأوضحت القوات الأمنية أن القصف الأسفر عن تكبيد قوات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وأضافت أن القوات قصفت أيضا تجمعات ومواقع لقوات الحوثي في جبال رسيان غرب البرح. أصدر القضاء السوداني أحكاما بالإعدام على عدد من المتهمين المنتسبين لجهاز الأمن والمخابرات في قضية مقتل المعلم أحمد الخير مقابل تبرئة 7 في قضية شغلت الرأي العام السوداني إبان الاحتجاجات التي اندلعت في كل مدن السودان من ديسمبر من عام 2018. وفي تركيا أعرب زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجار أوغلو على حسابه على تويتر عن غضبه من الحد الأدنى للأجور المنتظر تطبيقه في 2020 والمقدر ب 2324 ليرة. وقال كمال أوغلو إن المقيمين في القصر لا يفكرون في سبل العيش بالحد الأدنى للأجور بقدر ما يفكرون في أرباح القطريين، مشيرا إلى أنهم يحكمون على الناس بالجوع والبؤس. أدانت صحيفة تركية حادث الهجوم على أحد الصحفيين منوهة إلى أن كل صحفي في تركيا يكتب الحقيقة يتعرض للهجوم. وذكرت الصحيفة حوادث الاعتداء السابقة التي تعرض لها صحفيون آخرون، مشيرة إلى أن الصحفيين في تركيا يعملون تحت تهديد السلاح. تحدى إنس كانتر لاعب السلة التركي عضو فريق بوسطن في الدوري الأمريكي لكرة السلة تحدى أردوغان. وقال في تغريدة وجهها إلى أردوغان إن أردوغان لا يستطيع هزيمته، مشيرا إلى إصراره على تحدي أردوغان الذي سلب الديمقراطية من بلاده. أغلقت شرطة برلين أجزاء من وسط المدينة بعد إطلاق أعيرة نارية. وقالت الشرطة إنها حاصرت مبانٍ بوسط المدينة بعدما أطلق شخص أعيرة نارية. رجحت الشرطة أن يكون الحادث مرتبط بمحاولة سطو على مقهى، مشيرة إلى أن الوضع بوسط العاصمة تحت السيطرة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة الالتزام من أوروبا بتعهداتها من الاتفاق النووي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على أن واشنطن تحاول فرض أحكامها في دول العالم. أما فيما يخص بالمحاولات الأمريكية الأحادية الأطراف، الولايات المتحدة تحاول فرض أحكامها على الآخرين في العالم كلها وتحاول فرض العقوبات. لذلك نحن مع روسيا نتعاون بشكل وثيق في مجال خطة العمل المشتركة بشأن المياه النووية. أما فيما يتعلق بهذه القضايا، هناك دول تؤيد موقفنا، ولكن هذه الدول لا تحاول تذليل هذه العقوبات أو وقف هذه العقوبات الأمريكية. الأوروبيون يجب أن يلتزموا بتعهداتها بشأن هذه الصفقة. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده تؤيد تسوية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإطلاق حوار يقوم على مصالح الطرفين. جاء ذلك خلال برقية تهنئة أرسلها بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة العام الجديد. وأكد بوتين أن البلدان تتحملان مسؤولية الأمن والاستقرار في العالم،
وجدد بوتين دعوته لترامب لزيارة موسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 75 للحرب العالمية الثانية في مايو القادم. قتل شخصان في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بمقاطعة تارانت في ولاية تكساس، بينما تشهد الولايات المتحدة العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. نتابع سويا أبرز هذه الاعتداءات في العرض التالي. حوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة مسلسل لا ينتهي. آخر تلك الحوادث مصرع شخصين إثر إطلاق مسلحين مجهولين الرصاص على كنيسة ويست فريوي بولاية تكساس الأمريكية. حادث أكد أن القتل الجماعي في الولايات المتحدة في عام 2019 هو الأعلى منذ 50 عاماً، وفق ما أكدته إحصائيات قامت بها وكالات أنباء ووسائل إعلام وجامعة نورث إسترن. وبحسب قاعدة البيانات التي تم جمعها، شهد هذا العام أكثر من 41 عملية قتل جماعية خلفت حوالي 210 قتلى. أولى هذه الحوادث وقعت بعد 19 يوماً من العام 2019، عندما أقدم رجل على قتل 4 من أفراد أسرته بينهم ابنته الرضيعة بولاية أوريغون، وانتهت بمقتله على يد الشرطة. وبعد 5 أشهر قتل 12 شخصاً في إطلاق نار بمكان عمل في ولاية فيرجينيا، فيما قتل 22 آخرون في متجر وولمارت بولاية تكساس في أغسطس، وهو الذي صنف باعتبار في المرتبة الثامنة كأسوأ حادث في تاريخ إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة. وشهد شهر ديسمبر عدة حوادث، حيث قتل شخص وأصيب اثنان في حادث طعن بمركز تسوق بولاية أوريغون، كما قتل شخصان وأصيب آخرون بإطلاق نار في مدينة هيوستن بعد أن قام مجهولون بفتح النار على مجموعة من الشباب. في حادثة أصيب 5 أشخاص في عملية طعن وقعت بمعبد يهودي بولاية نيويورك. أعلنت روسيا أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس سو-57، وقال مسؤول عسكري روسي إن سو-57 ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة التي تم تطوير بعضها، مشيرا إلى أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحرشم المقاتلة سو-57 مؤخرا أثناء اختبارات شرقي البلاد ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة. قتل 23 عنصرا من حركة طالبان وأصيب 27 آخرون في هجوم للجيش الأفغاني في مدينة كندهار جنوبي البلاد. يأتي الإعلان عن حصيلة عمليات الجيش في أفغانستان بعد ساعات من إعلان موافقة الجيش على وقف إطلاق النار للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، ويسمح الاتفاق المتوقع إبرامه الشهر القادم بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان وبدء محادثات أفغانية حول تسوية شاملة للحرب المستمرة منذ 18 عاما. أجلت السلطات الأسترالية عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقت الذي اقتربت فيه الحرائق التي أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية من مقصد سياحي شهير في جنوب شرق أستراليا، واشتدت حرائق الغابات التي يعاني منها الساحل الشرقي للبلاد منذ أسابيع مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة في منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهول ساحلية، حيث دعا المسؤولون المصطفين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب دخان الكثيف والحرائق التي تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة. ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار فانثون الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفلبين مؤخرا إلى 47 قتيلا. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه ما زال هناك نحو 9 أشخاص في عداد المفقودين، بينما يعد إعصار فانثون رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسؤولي الأرصاد الجوية. وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات.
اختتمت منظمة خريج الأزهر فعاليات الدورة الثامنة لتدريب وتأهيل 33 إمام من أئمة وخطباء ليبيا، والتي استمرت شهرا كاملا. التقى خلالها العلماء الليبيون بأساتذة الأزهر الشريف. وفي الحفل الختامي للدورة عبر علماء وأئمة ليبيا عن تقديرهم لمصر والجهود التي تقوم بها المنظمة لتقديم يد العون للشعب الليبي. شهد عام 2019 تكثيفا لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والإفريقية وباقي الدوائر الجغرافية الأخرى في أوروبا وأسيا وغيرها، وكذلك داخل المحافل الإقليمية والدولية. حققت الوزارة خلالها العديد من الإنجازات الهامة، نتابعها سويا. Thank you.
أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء عن انطلاق مبادرة سجل في مكانك في المحافظة لتوفر على المواطنين التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل في أماكنهم عن طريق الفرق المتنقلة داخل الوديان نظرا لطبيعة المحافظة. وفي تصريحات لأكسترا نيوز أشارت الوزيرة إلى أن معدلات إنجاز البنية التحتية للمنظومة بجنوب سيناء تسير بشكل جيد. المتابعة تقريبا كل 10 أيام أو كل أسبوع لجنوب سيناء للتأكد من إتمام المشروعات الهندسية والبنية التحتية وبدء منظومة التدريب والمعايير الطبية اللي هنقدم بها الخدمة وتوزيع الخدمة. الجولة من أول رأس مسلة ثم رأس صدر ثم كذا وحدة ومستشفى تشمل برضو أبورديس وبوزنيمة وكثير من الوحدات مرورا الأول لغاية الطور والمركز الحضري، وشفنا موقع المستشفى الجديدة واستلام الهيئة الهندسية للمشروعات هناك، وقعدنا مع مدير مديرية ومع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة عشان الأمانة هي المسؤولة عن التدريب الطبي وتأهيل المنشأة الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة المستشفيات التعليمية المسؤولة عن التعليم. مطمنة جدا لمعدلات الإنجاز في البنية التحتية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت تلك الحملات عن نتائج إيجابية خلال أسبوع نتابعها في التقرير التالي. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 255,917 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 40,612 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و318 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2921 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والإتجار بها ومخالفات الشركات السياحية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7393 قضية تموينية متنوعة، من بينها 107 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 973 اسطوانة بوتاجاز وأكثر من 110.5 ألف لتر مواد بترولية، وتقدر قيمة الغاز المدعم ب 131,355 جنيه، إضافة إلى ضبط 7,286 قضية تمونية بمضبوطات وزنت ما يقرب من 8,425 طن سلع غذائية وتمونية، من بينها أكثر من 277 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 35 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 72,231 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 50,080,000 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 2,202 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,041,000,000 جنيه، وأكثر من 52,000 عملات أجنبية مختلفة وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أكد وزير المالية محمد معيط أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكانتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالعنصر البشري. لذلك خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب، حيث أوضح الوزير أن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية ويتزامن مع تطوير البيئة التشريعية، مشيرا إلى أن هناك تكليفا رئاسيا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب والاقتصاد القومي على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة ويسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين. تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي تقريرا عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر والزيت 4 أشهر والقمح 5 أشهر والأرز 3 أشهر، فضلا عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر. من جانبه أكد وزير التموين أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها، مؤكدا أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان القادم، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار عددا من محاور الطرق الرئيسية والكباري بمدينة 6 أكتوبر، وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ وزيادة أعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة من أجل دفع معدلات التنفيذ. يشارك في معرض ديارنا للمنتجات الحرفية 31 عارضا من ذوي القدرات الخاصة، والذين يقدمون مجموعة من المشغولات اليدوية التي تتنوع بين حلا ومفارش وملابس. المزيد في سياق التقرير التالي. من علب الرنجة والمقشات استطاعت مريم عياد ابتكار منتجاتها الخشبية من عرائس الماريونيت والميداليات. هذا المشروع الذي بدأته قبل عامين وتشارك به اليوم من داخل معرض ديارنا للمنتجات الحرفية، وتحديداً من داخل جناح ذوي القدرات الخاصة. ابتديت أجيب خشب وأدور على الورش في درب الأحمر وأدور على المخارط والنجارين العاديين اللي هم قطاطيع الخشب، واخد العروسة وافكها واعمل زيها. كنت في الاول بشتري الخشب، بشتري عادي يعني، بروح لمغلق خشب واشتري الخشب اللي انا محتاجاه. بعدين قلت لا، يعني هو كده مش هجيب ثمن ومش هيبقى زي ما كنت بشتري، خصوصا ان انا هتعب في التلوين وهتعب في حاجات تاني. فابتديت اقول لا خلاص كده يعني مش هينفع، ندور على بديل. ابتديت الف في الشارع والم اي خشب، وبعدين بصيت لقيت الصندوق بتاع الرنجة، وكنت بلم عصاية المقشة برضو عشان مدورة وفيها شكل فممكن تتعمل حلقات عجل بس. فقلت لا خلاص بقى، أنا كده يبقى دول الحاجتين اللي أنا عايزاهم من الحتة دي. مريم هي واحدة من ضمن 31 عارض من ذوي القدرات الخاصة المشاركين بمعرض ديارنا، والذين يقدمون من خلاله مجموعة من المشغولات اليدوية التي تتنوع بين حلي ومفارش وحقائب وشموع ولوحات وملابس. أنا بشارك للمرة الخامسة في معرض ديارنا أو السادسة تقريبا، وبشارك بالتصورات بتاعتي. هو المنتجات اللي بيعرضها عبارة عن أعمال فوم، عبارة عن زي مقلمة أو تحط فيها فرش سنان بناس الحاجات اللي زي كده سواء الأطفال أو الكبار، وبعض الأشغال اللي هي تدوير بالسيديهات القديمة. الحاجات دي هو من ضمن، واللوح بتاعته دي من ضمن الحاجات اللي كان هو بياخد ورش عمل،
بيفكر في الفكره دي وانا طبعا بساعده. طبعا ده تفاعل الناس معاهم وان هم يشوفوا حاجتهم معروضه قدامهم والناس بتحب حاجتهم ومعجبه بحاجتهم وان هم حاسين ان هم مميزين الحمد لله في المعرض، دي حاجه بتسعدهم جدا جدا جدا. ويوفر معرض ديارنا فرصه كبيره لتسويق منتجات اصحاب المهن الحرفيه وابناء الاسر المنتجه من ذوي الاحتياجات الخاصه. مشغولات فنيه ويدويه وحلي من أيدي ذوي القدرات الخاصة بمعرض ديارنا هذا العام، والذين خصص لهم جناحا خاصا لاقى إقبالا كبيرا من جانب الحضور. شيرين مجدي، إكسترا نيوز. مشاهدينا ننتقل الآن إلى نشرة أخبار الرياضة والتكنولوجيا مع الزميلة نهى درويش، تفضلي نهى. شكرا لك باسم، والآن جولة مع أخبار الرياضة والتكنولوجيا، والبداية بالرياضة. تصدر أحمد أيمن لاعب منتخب الكاراتيه التصنيف العالمي للشباب في منافسات وزن تحت 61 كيلوغرام، وذلك وفقاً للتصنيف الذي يعده الاتحاد الدولي للعبة. وجاء تصدر أحمد أيمن بعد حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم في تشيلي الشهر الماضي. قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن هناك رؤية واهتماما كبير من جانب القيادة السياسية لتنمية وتطوير مراكز الشباب. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قال صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على جعل مراكز الشباب مركز لخدمة المجتمع ويوفر جميع الأنشطة لخدمة الأسرة. فعلا كان في ايضا رؤيه كبيره جدا لفخامة الرئيس على تنميه وتطوير مراكز الشباب. بدات الطفره دي في 2014، في 2014 بدأت المشروعات القومية لي في مراحل مختلفة لمراكز الشباب في تطويرها، من حيث شفنا طفرة كبيرة في النجيل الصناعي وبعض الحاجات الأخرى. احنا في الحقيقة بنكمل ده، بس بنكمله دلوقتي بطريقة تانية مكملة من 2018. احنا بنحاول نخلي مركز الشباب هو مركز تجمع كبير وسميناه Youth Community Center، يعني مركز خدمة مجتمعية. مركز خدمة مجتمعية يشمل التطوير القدرات الثقافية والتعليمية والأسرة، يعني بنعمل مشروع متكامل في الحقيقة. المشروع المتكامل ده فيه كمان الرياضة، فإحنا بنكمل وبنطور إن يكون في أندية فتاة ومرأة لتعليم الحرف اليدوية، يكون في ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم دور كبير جدا، الأسرة والتوعية الأسرية موجودة أيضا، الثقافة، أندية العلوم، وايضا التطوير الرياضي ما يكونش بس منحصر في كره قدم، لا يكون في انشطه متعدده لان ده في ذوق عام موجود. ادى الفريق الاول للكره بالنادي الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهه مصر للمقصه في الجوله 11 من بطوله الدوري الممتاز في المباراه المقرر اقامتها في مساء الاربعاء المقبل على ملعب السلام. وغاب حسين الشحات لاعب وسط الفريق عن المشاركه في التدريبات الجماعيه، حيث خاض جانبا من التدريبات الاستشفائيه والتاهيل بشكل منفرد على هامش المران الجماعي للفريق. حقق نادي مصر فوزا مهما على طنطا بهدفين لهدف ضمن منافسات الأسبوع 11 لبطولة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي مصر إلى النقطة 11 في المركز 12، بينما ظل طنطا برصيد 10 نقاط في المركز 14 ولحساب الجولة نفسها. تعادل الجونة سلبيا مع فريق الإنتاج الحربي ليرتفع رصيد الجونة إلى النقطة 11 في المركز 13، بينما وصل الإنتاج إلى النقطة 16 في المركز 6. وفي الدوري المغربي فاز الفتح الرباطي على فريق الرجاء بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة أقيمت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. الفوز رفع رصيد الفتح ل 14 نقطة من 10 مواجهات في المركز 9، بينما تجمد رصيد الرجاء عند النقطة 17 من 9 مباريات في المركز 4. وإلى أخبار التكنولوجيا، حيث أدانت محكمة صينية 3 باحثين شاركوا في ولادة أطفال معدلين جينيا بتهم مزاولة الطب بصورة غير قانونية، وصدر حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 3 ملايين يوان على قائد فريق البحث الذي أعلن قبل نحو عام نجاحه في ولادة أول طفل معدل وراثيا، وهو الأمر الذي أثار نقاشا عالميا حول أخلاقيات تعديل الأجنة وراثيا.
توصلت دراسة علمية على مومياوات من القرن السادس عشر عثر عليها في غرينلاند إلى أن الصيادين القدامى عانوا من انسداد الشرايين رغم اتباعهم نظاما غذائيا غنيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية. واستخدم الباحثون ماسح الصور المقطعية لالتقاط صور مفصلة لهيكل المومياوات، وتبين أن ثلاثة مومياوات عانت من تصلب الشرايين المتكلسة. انتهت أخبار الرياضة والتكنولوجيا، وعودة مجددا إلى باسم وشادي. شكرا لك نهى. ولم يتبقى في هذه النشرة سوى تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المتحف المصري الكبير وافتتاحه. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. مجلس الأمن الوطني العراقي يؤكد أن اعتداء القائم يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياق العمل مع التحالف الدولي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار تابعونا على extranews.tv. شكرا لكم.